مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم، وهذه الحلقه الجديده من برنامجكم الاسبوعي بيت القصيد. يقول القائد الشهيد عبد القادر الجزائري رحمه الله: اذا صدحت بالحق فانت ميت، وان لم تصدح بالحق فانت ميت، اذا اصدح بالحق ومت فيما بعد. الحياه موقف، والقصيده موقف يسجلها الشاعر بوجدان ابناء الامه. هذا الموقف الذي يكتبه الشاعر من دمه ويسجله في قصيدة تبقى خالدة في وجدان الناس، ما هي إلا امتداد لفكرة الإيمان بأن هذه الأرض ملك أبنائها، ما هي إلا امتداد لفكرة أن الشاعر لا يقبل التنازل عن حقه الإسلامي والعربي وحقه في وطنه حرا من دنس أي احتلال. الشاعر الإنسان ينتمي إلى الوردة تماما كما ينتمي إلى قضية وطنه، إنه يريد الحياة أن تكون كوكباً مضيئاً عطراً يتسع للإنسانية جمعاء، ويريد لوطنه أن يكون حراً صافياً لا تعكر أجواءه طائرات احتلال ولا سطوة احتلال متجبر. مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة من بيت القصيد يسعدنا أن نستضيف شاعراً جزائرياً شاباً برع بالانتماء لأمته. معنا عبر الإنترنت الشاعر الجزائري عبد الرحمن أبو خليل. حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد، أهلا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا عزيزي مصطفى، تشرف بأن أكون ضيفا على قناة الرافدين. قصتكم صديقي مصطفى مطر. شكرا جزيلا لك، ونحن السعداء بتشريفكم لنا أستاذ عبد الرحمن. في البداية وقبل القصائد وقبل كل شيء، القصيدة موقف والشاعر هو من يسجل هذا الموقف، كلمة في هذا الإطار، ماذا تحب أن تضيف وتقول؟ أكيد الشاعر هو الذي يصنع من اللاشيء شيئا. يا سلام. هو الذي يصنع من قصيدته موقفا. الشاعر بلا شك كيفما كان، نعم، هو إنسان قبل أن يكون شاعرا لديه موقف، ويجسد هذا الموقف من خلال قصائده، من خلال أبياته، صحيح، من خلال أشعاره. عبد الرحمن، في البداية وقبل ما نسمع منك قصائدك الجميلة، نريد أن تعرفنا أكثر على عبد الرحمن الشاعر الجزائري المتميز عبد الرحمن أبو خليل. سيرة ذاتية موجزة ومحدودة، تفضل حدثنا عنك بما تود أن نعرف. نعم، عبد الرحمن كرومي هو إنسان قبل أن يكون شاعر قبل أن يكون دكتورا. يا سلام. في اللغة العربية. قبل أن يكون دكتورا كان مهندسا في الإعلام الآلي، حاسوب كمبيوتر. ربما شارك في بعض اللقاءات والملتقيات وحتى الجوائز العربية والوطنية والمحلية. ممتاز. ويحاول أن يثبت ذاته ويتحدى أناه ليثبت هويته في كل مشاركات. يا سلام، هذه بداية مبشرة بالكثير من النصوص العذبة والقراءة الجميلة والإلقاء الذي لا يقل جمالا عن القصائد. أستاذ عبد الرحمن، اقرأ لنا ما تحب من شعرك الجميل، ومن المؤكد أن إلقاءك العذبة سيسلب ألبابنا قبل قلوبنا. وقبل أن تقرأ، أريد منك أن تختار قصيدة تكون عيدا لأولنا في هذه الحلقة، تفضل. أكيد. فالعالم كله اليوم عيونه على هذه الرقعة من الأرض، فلسطين. يا سلام. الأقصى، غزة. ونحن ليست عيوننا فقط بل قلوبنا وألسنتنا تلهج بالدعاء كل يوم. ما شاء الله. فلعل فاتحة الخير بنا هي غزة العز. يا سلام عليك.
أيا منبع العز، أيا منبع العز يا من كسى، أيا منبع العز يا من كسى لدهر الفجيعة مهما قسى. طوى الصمت، طوى الصمت واغتال أنفاسه، هزيم بليل إذا عسعسى، وأشرق صبح حزين وقد تلثم من شفق واكتسى. أيا صبحنا، أيا صبحنا هل دهنت الردى؟ وما لي أرى فيك لون المسى يطقطئ ما حل لي عقدة، أراه تردد أن ينبسا. وأومأ باللحظ عن فتية، وقلبهم للوغى آنسا، وخلفهم مرأة زغرجت كأني بإذن لها أعنسا. وبعض الملا يغتدي طالبا من الأهل أن يعقدوا مجلسا، فيتفق الأهل ألا اتفاقا، لا غزة العز لا مقدسا. ألا أيها القوم مللنا عسى، ولله الحمد على أنه حبانا نفوسا ولا أنفسا. رجال أذاقوا بيهود الهوى معاني الصمود الذي هوسا. ويكفي المندم رمز الفدا، فكم قطع عرشا وكم نكسا. ولو بت ليلي في عدهم لعشت الليالي لن أنعسا. فإن يحبسوا عنهم عوننا فإن القوافي لن تحبسا. ومن لم يساعف ضرب العدا فلا يحسبن في الورى أخرسا. أيا غزة العز يا من كسى لدهر الفجيعة مهما قسى. ما شاء الله عليك، لا فض أفوك ولا عشا شانئوك. دكتور عبد الرحمن، يعني شاعر متألق وفاتحة مبشرة بالكثير من الجمال والقصائد العالية من حضرتك، يعني قبل أن نواصل سماع المزيد من هذه القصائد المميزة، دكتور عبد الرحمن، حبذا لو تقدم لنا حالة شعورية مستوحاة من فكرة العاطفة الجمعية للمجتمع الجزائري تجاه فلسطين. كثيرون ربما تغيب عنهم هذه الحقيقة، وأنا أوان كشفها، تفضل. لو طرحنا هذا السؤال بشكل عام على أي إنسان، لوجدنا لديه كليا وربما انتماء أو انتماءين أو ثلاث انتماءات. الإنسان انتماء لإنسانيته تجاه فلسطين، المسلم انتماءه الإسلام، الإنسان المسلم لديه انتماءين، إنسان ومسلم، العربي إنسان ومسلم وعربي. نحن الحمد لله لدينا أربع انتماءات: الإسلام، الإنسانية، الإسلام، العروبة والجزائرية. فلا يمكن أن تجد جزائريا لا يؤمن بفلسطين أو لا يعرف ما القضايا التي تجري اليوم في فلسطين. نعم. هذا هو الإنسان الجزائري. لديه أربع انتماءات تحفزه وتشجعه وتعزز انتماءه أو متابعته لما يجري. ليس اليوم فقط. الإنسان الجزائري الذي عاش 70 عاما ينتمي إلى فلسطين منذ 70 عاما بانتماءاته الأربع: إنسانيته، بإسلامه، بعروبته، بجزائريته. يا سلام، جميل هذا الشرح الواضح وهذا الحب الصريح منكم لفلسطين. وقضية فلسطين حاضرة في وجدان يعني مختلف أبناء الأمة العربية والإسلامية، وهي يعني في طليعة الأوطان العربية التي ننتمي إليها مجتمعة
دكتور عبد الرحمن، نريد قصيدة جديدة، تفضل، كلنا شوق لنسمعك مرة أخرى. سكبت ملاحمنا ليغتسل الثرى، مليون بيت بالدماء تعطرا. يا الله، وأنا من الأبيات. سكبت ملاحمنا ليغتسل الثرى، ديوان مجد بالدماء تعطرا. وأنا من الأبيات حرف، إنما قدري عن الشعر التليد تأخرا. شغفي بفخر عاشني وأعيشه، وبه النوادي جاوزت حد الذرى. شغفي بفخر عاشني وأعيشه، وبه النوادي جاوزت حد الذرى. لما وقفت على ملامح سمته ألفيته بحرا يلاطم أبحرا. فخلعت نعلي عند ضفة مجدي، ولبست أوصاف المريد لأبحرا. في الغطسة الأولى دهشت لرشفة، ما كنت أعهد في البحار السكرا. قمم من الرشد العتيق رسخت، والطين في ساح البسيطة كبرا. سلم يا سلام تراوده الخطوب، وكلما قدت قميصا خاطه واستغفرا. كم أقعد التاريخ في وقفاته، أروى عليه المستحيل وقررا. قد أقلع الركب المقدس من هنا، يسري إلى أن يحمد القوم السرى. في الموكب القدسي كل راشد، كل يلازم ثغره. يا سلام، عظيم. في الموكب القدسي كل راشد، كل يراكب، كل يلازم ثغره كي نعبر، أو كل يلازم ثغره كي نكبر. فالجد ساغ من الدعاء عكازة، تهدي سبيل الركب أن يتعترا. والطفل أليق من حمام زاجل، آوت جرائده مطيصا مضمرا. والعابرون تباركت خطواتهم، لم يشعروا عند العبور المعبرا. جعلوا الجبال صحائفا. والعابرون تباركت خطواتهم، لم يشعروا عند العبور المعبرا. جعلوا الجبال صحائفا عذرية، خطوا عليها من رؤاهم أسطرا. جعلوا الكهوف منابعا لبسالة، أعيت على عهد التكملة عنترا. وتوزعوا في الأفق مثل شظية، قد أدخلت عن جانبيها عسكرا. والأم تخبز من عجينة صبرها. يا الله، ما يلهم الأبطال عمرا آخر. والأم تخبز من عجينة صبرها ما يلهم الأبطال عمرا آخر. وتسللت في دمعها زغرودة توحي إلى الصلصال أن يتصبر. لم تبق إلا قبضة من طيننا، لنرم أسوار المدائن والقرى. فاكلأ بعون الله آثاري، فكم سكبت ملاحمنا ليغتسل الثرى. الله الله، ما أجملك دكتور عبد الرحمن، سلمت وغنمت ودمت. الآن نريد أن تحدثنا بشكل موجز عن واجب الشاعر تجاه وطنه، انطلاقا من تجربتك الشعرية الخاصة ومعايشتك ومجايلتك للكثير من المثقفين في الجزائر. نصيحة لهذا الجيل أو لمختلف الشعراء والأدباء والمثقفين، والواجب الملقى على عاتقهم تجاه أوطانهم بشكل عام. أكيد
فربما حتى القصيدة التي قرأناها آنفا نعم أخيرا هي تمزج بين الجزائري وطوفان الأقصى، الجزائر وطني الأول وفلسطين وطني الأول أيضا. يا سلام. الشاعر ما يطلب منه تجاه وطنه وما يطلب من الولد تجاه أبيه. الولد منذ أن ولد ينتظر منه أبوه أن يشب نعم وأن يساعده في أضوائه الحياة، أن يبره أن يبره. كذلك المواطن تجاه وطنه، فما ينتظر منه من أي مواطن هو حبه لهذا الوطن صدقت وإخلاصه وتفانيه في نصرة هذا الوطن، في الخروج به من الحفرة أو النكبة الموجودة فيها إلى أفق أكبر. أصبت هذا والله المواطن بشكل عام. أما على الشاعر فهو ربما ينتمي إلى النخبة أو إلى نخبة النخبة، وبالإضافة إلى كونه مواطنا قارئا عليه أن يكون شاعرا صالحا، أن يمجد هذا الوطن ويمجد كل ما يمت إلى هذا الوطن في قصائده، أن تكون له مواقف في كل أحداثه، في كل أحداث الوطن، في كل أحداث الغربة، في كل أحداث الإنسانية بشكل عام. فأنا لا أؤمن بتلك الحدود التي ربما طرحت في اتفاقيات تاريخية لا إيمان لنا بها. وطننا هو كل الوطن العربي وكل وطننا الإسلامي، بغض النظر عن ما نعم ترسمه الفرائض من حدود سيكس بيكو. أحسنت، نطقت صدقا وأصبت حقا دكتور عبد الرحمن. سنخرج الآن إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام، إلى فاصل ومن ثم نواصل، ابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم من جديد، وما زلنا في هذه الحلقة من بيت القصيد. عبد الرحمن أبو خليل شاعر جزائري ودكتور يعمل في مجال الهندسة، والكثير من المعلومات سنتعرف عليها من خلاله الآن. مجددا نرحب بك دكتور عبد الرحمن، والعلاقة ما بين الهندسة والعمل الأكاديمي، وكذلك العلاقة ما بين الهندسة و المشروع الشعري الخاص بك. أكيد، فالشاعر هو مهندس والمهندس هو شاعر في نفس الوقت، كيف ذلك؟ فما يطلب من الشاعر نعم هو أن يوجد قصيدة من ألفاظ ما بوزن ما، لكن الغرض الأساسي أن تؤدي معنى. المعنى سيكون أكثر من هذه الألفاظ، أكثر من هذا الوزن، أكثر نعم. من هذه القافية. فالمهندس أيضاً، المهندس المبدع الشاعر في حد ذاته، خصوصاً في تخصصنا نحن نعم. هندسة الإعلام الآلي، هندسة الحاسوب والكمبيوتر، ما يطلب من المهندس المبدع في البرمجة أن يأتي ببرنامج هذا البرنامج أو هذا التطبيق متكون من مجموعة من التعليمات من لسان برمجة ما، لكن الغاية منه هو ما يؤديه، هو الدور أو المعنى الذي يؤديه، هو الشاعرية، هو الإبداع الذي يؤديه هذا البرنامج. فالشاعر والمهندس نعم يكملان بعضهما البعض، يكملان بعضهما بعضا. نعم أحسنت كثيرا. إلى الشعر من جديد، بعيدا عن حديث التقنية وحديث برمجة المعلومات، نريد برمجة الروح، ونريد منك المزيد من المشاعر الحسية الجميلة تجاه قضايانا الكبرى ومصير أوطاننا التي تستحق حياة أفضل. إلى قصيدة عروبية جميلة جديدة نسمعها منك دكتور عبد الرحمن، تفضل. أكيد، وهذه ربما تبحث عن الشعر وعلاقة الشاعر بالشعر. تفضل. الصلة الوثقى من لدغة البكر، من لدغة البكر حتى
تام فها لغتي تمشي الهوينا مواويلي وأخيلتي يلملم البوح يلملم البوح من لحن الخليل وقد أضحى يبلل طيني كل أمسيتي وكم أفتش عن حرف لألبسه معنى تعتق في أغوار أوردتي لكن يظل شفيفا لم يذق جسدا كأنما غره سمت الملائكة الله. لكن يظل شفيفا لم يذق جسدا كأنما غره سمت الملائكة من ألف عام يناجيني ينادمني وقد تجلى على تل من الثقة حتى أحيط بكنه لم يزل صمدا باحته لم أعد إلا بأمثلتي أخاله فرسا أخاله فرسا تسري بأجنحة طافت بفارسها في ساح أفئدتي يا سلام كالحب عن عرض تمتد سطوته حتى تحوز على قلب وناصيتي كالحب عن عرض تمتد سطوته حتى تحوز على قلب وناصيتي كالوحي يقرأ دنيانا ويتركنا بين التآويل لم ترجح إلى جهتي الله. سجادة نقشت في الدهر عن بصر والساجدون أباحوا شدو قبرتي يا عروة وصلت بين الورى رحما من المهلهل حتى همس تائيتي كالغابرين تنافوا عن حقيقته لم أستطع رده يوما إلى فئتي لكن أحاول والإرهاص يسبقني حولا ليزهو شعري حول قافيتي يا سلام عليك يا ذروة اللغة الأسمى لكن أحاول والإرهاص يسبقني حولا ليزهو شعري حول قافيتي يا ذروة اللغة الأسمى وآيتها رفقا ببوحي وما يعلوه من غلتي الله فكم أراود من حلم وأسعفه عساه ينضج بين الصحو والسينة وكم أفارقه حتى يعاتبني وقد يضل على بابي مدى سنتي وما يزال غرام الشعر يأسرني وروحه ألهمتني صك حريتي أعيش بين نقيضين اختفى وبدا أعيش بين نقيضين اختفى وبدا على ضفافهما مواب أشرعتي الله ما أجملك دكتور عبد الرحمن ذكرتني بأبيات لي أقول فيها يمر من شفة تغري إلى شفتي وخلف موتين ألغاز المخيلة يمر لم يكتشف لغزا يمر لم يكتشف لغزا ولا لغة يقولها فيلسوف خارج اللغة له بلاد من الإسفنج له بلاد من الإسفنج تشربه بصحة الموت والأيام في سنتي يا أبيض الكف لا يجدي السؤال وفي تنور قلبك يغلو كوما أو يغلي كوم أسئلتي ثم يتابع قائلا يقول عرافه الجني لي امرأة مات الجميع بها عشقا ولم تمتي كوفية الراحل الختيار مقعد جدنا الصبور وأتباع بلا صلة أعد أشقاء مأساتي لبوصلتي يا عبد الرحمن دكتور عبد الرحمن لفضة فوك هذه المأساة التي نعيشها تقول إنكم معشر الشعراء إنما أنتم مبالغون حينما تدعون أن قصائدكم ربما يكون فيها الدواء لمن يبحث عن الشفاء هل تربط القصيدة جرحا يا عبد الرحمن؟ أكيد كيف ذلك؟ الشاعر لا يكون شاعرا إلا إذا كان يقرأ ما لم يكتب ويكتب ما لم يقرأ كيف ذلك؟ الشاعر صاحب العين التي
ترى في الحرب وردة. ف الذي يجمع نعم الكلام ليصفه قافية ونظما نعم هذا ناظم، لكن الشاعر هو الذي يرى الإبداع في كل شيء. فلعل خلاصة كل هذا تعود بنا إلى ما يكتبه الشعراء هذه الأيام، نعم ما يكتبه الشعراء سواء بأمورهم الشخصية نعم أو ما يعزز كتابتهم من مواضيع، من قضايا مسابقات، من يعاصرونها جوانب، ويعايشونها، مواقف حياتية، أوجاع في جسد أبناء أمتهم تقودهم وتحرضهم على الكتابة، كل هذه مجتمعة تشكل لديهم فكرة أنه عليهم أن يكونوا الضماد لهذه الجراح. صح. طيب إذا أردنا أن نتحدث، يعني هذا الحديث يقودنا إلى فكرة يعني مردها للشاعر نفسه أيضا، كيف يمكن للشاعر أن يخلق أو يشكل جذوة الأمل في نفوس العامة من الناس، البسطاء من الناس؟ ما هي التركيبة التي يمتلكها الشاعر بحيث يجعل الأمل متوقدا وحيا في نفوس العامة في ظل الظروف الصعبة التي نعيش بها؟ نعم، الشاعر التونسي حينما تحدث وحينما كتب قصيدته إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. فالقدر لم يطلع عليه أحد، لكن الشاعر يحاول أن يقرأ ما وراء الحدث، أن يقرأ الأمل تحت الأنقاض، أن يقدم قصيدة تجسد موقف المثالية في الإنسان. القارئ أو المستمع أو المتلقي نعم حين يسمع هذه القصيدة فلا شك أنه يقرأ الواقع من رؤية الشاعر قراءة لم تحدث، لا شك وربما في لو ذلك، حدثت لم يقرأها كل شخص. أكيد. نعم، نريد قصيدة جديدة الآن تفتح أبواب الأمل، ليس أمام السامعين لك فحسب أو المحبين للدكتور عبد الرحمن أو المتذوقين للشعر، إنما لكل من يسمعها من العامة، من محبي الشعر، من يريدون للأمل أن ينمو من جديد ويشتعل من جديد في أرواحهم التي تعاني انطفاء في هذا الزمن. قصيدة فيها من الأمل والسعادة ما فيها، تفضل دكتور عبد الرحمن. تعلمت أن النوايا كفاح، تعلمت أن النوايا كفاح، وأن النيات اللواتي توارين بين الضلوع وآثرن أقفاصها كالسراب، كالسراب الذي قد تلاشى على ضفتيه الفلاح. تعلمت أن أمان الليالي غزيرات، لكن كثير تهشمن حين اعتناهن عزم الصباح. يا سلام. تعلمت أن الذين لهم أوجه كالكتاب سيكتب كل عليها هواه، لتبدو مثل الطلاسم لا تهتدي للتضاح. تعلمت أن الذي وجهه صفحة يسير على خطة من رؤاه، وليس يضره رجل نباح. تعلمت أن أكتفي بالصفوف التواني، لأن أوائلها خلقت للنطاح. تعلمت أن لا أكون الأخيرة، فبعض الأواخر مهد النكاح. تعلمت لما تصفحت أمنية الألف أن أطلب الصفح مني، لأني تجاوزت خط المباح. يا سلام، ونحن تعلمنا منك أن نتشبث بالأمل، أن نقاتل في سبيل بقائه. دكتور عبد الرحمن أبو خليل الشاعر الجزائري المتميز حقا، دعنا نأخذ استراحة قصيرة الآن ومن ثم نتابع مشاهدينا الكرام إلى فاصل قصير، بعده نواصل.
مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين أينما كنتم. وصلنا إلى الفقرة الختامية من هذه الحلقة ببرنامج بيت القصيد، هذا البرنامج الأسبوعي الذي يأتيكم عبر قناة الرافدين ودائما مع الشعراء المبدعين والشباب. ومعنا من الجزائر عبر الإنترنت الشاعر عبد الرحمن أبو خليل. من جديد إليك دكتور عبد الرحمن، إذا أردت أن تلخص جوهر الاشتغال الأدبي بفكرة، ما الذي تتطلع إليه من وراء الشعر؟ ما الهدف؟ ما الشاغل؟ ما المحرك؟ ما الوجع الذي دائما تراه يستفزك حتى تضع بصمتك الخاصة؟ نعم، لعل صح الشاعر ينتمي إلى المتغيرات ولا ينتمي إلى الثوابت. صحيح، بمعنى أن الشاعر دائما في تطلعاته ستتغير يوما بعد يوم، في كل حدث، في كل أزمة، في كل زمان، في كل مكان. فهو دائما، إذا أردنا أن نلخص ذلك، الشاعر هو الذي يتحدى ذاته ويحاول أن يثبت لذاته أنه اليوم هو ليس ذلك الشاعر أمس، وهو في الغد ليس ذلك الشاعر اليوم. نعم. باختصار، القصائد التي استمعنا إليها منك بأدائك الجميل وإلقائك المتميز حقا دكتور عبد الرحمن كانت قصائد عالية جدا، ومن المؤكد أن القصيدة الجديدة التي ستقرأها الآن لا تقل جمالا ولا عذوبة عن سابقاتها. نريد قصيدة جديدة، تفضل. يا أيها الحكم، يا أيها الحكم الذي ركن احترازا للتطرف لليسار، وإذا أراد صباحه وصلاحه وفلاحه فعليه دوما أن يكون كغزة تحت الحصار. يا سلام. ولأنه يا صاحبي بصلاحه صلح الجميع، لهفي عليه ولهف أمي أن يضل وأن يضيق. يا أيها الحر الذي يقضي حياته في قفص، هل كنت تدري؟ يا أيها الحر الذي يقضي حياته في قفص، هل كنت تدري في ندائي كم شيوخ كم رضيع؟ هل كنت تدري كم نحيل في ندائي كم طرير؟ يا سلام. كم شتاء كم مصيف كم صقيع كم هجير؟ 70 عاماً، 70 عاماً، إنها 70 عاماً يا أسير. يا الله. 70 عاماً والمسير على المسير، 70 لكن لا جوار ولا مجير. صاحي استقم، صاحي استقم لتكون أهلا للصدارة في الجهاد وفي السلام. أوما ترى ألف الهجاء، أوما ترى ألف الهجاء متصدرا حين استقام، والياء ساء مسيرها فتبوأت أدنى مقام. ومن استقامته تراه لوسطها وكأنه أحد الأقارب في العزاء. يا الله. وموظفا إيثاره. ومن استقامته تراه لوسطها وكأنه أحد الأقارب في العزاء وموظفا إيثاره، فتراه يمنحها الأمان ويكتفي بالقرب منها كي يقاسمها المسير، لا لشيء إنما ليشكل يا الأسير. زر شارعا في غزة، يا الله، زر شارعا في غزة فلعل جدران الحمى يستقبلونك في زحام، فلعل جدران الحمى تلتف حولك في زحام، أو تكتشف بيتا أطل زجاجه من شرفة في الطابق العلوي جانبه الغضا يرجو إياب الرب في جنح الظلام، أو تلتقي بالرب عاد لبيته وبجيبه مفتاح غرفته التي سردابها السري عانقه الركام، وعلى الرصيف هناك تبصر أمة، وعلى الرصيف هناك تبصر أمة قامت تجابه كل أنواع الظلام، وترى ملامح وجهها تعني الكثير، صمت ينادي كالنداء على الفلاح. قم يا أبا حفص ويا نور العدالة، يا صلاح
يا معتصم بالله، يا جمعية لحقوق إنسان توهم أنه ضوء الصباح، الله. يا واجبا يا واجبا يا سنة، يا مؤمنا يا أمة، يا جاريات ويا رجال، ويا جوامع يا هلال، ويا ويا كم مرة قد وظفت في صمتها. بالله قل يا الأسير، والكل يكتفي بالقليل قناعة، يكفيه أن الياء ما زالت تسير، والياء لا زالت تنادي في الحواضر والبوادي، في الجوامع والنوادي، عن كريم في رباط، عن شهيد في قماط، عن حمام في سماء، عن أسير في خباء، ومن المعين بدمعتين تأملت سير النداء، واستسلمت منهوكة لا تستطيع ولا تشاء. لا تبكي عينك يا بنية، واعلمي رغم البلاء ما زال في الميثاق عهد نبتغي منه الفداء. يا الأسير التي في السماء، نداء ينادي ولك النداء، فلا فاستجب يا كريم الولاء، فلم يبق غيرك يعلي اللواء. فقم واجمع الشمل شيئا فشيئا، شغافا لحافا سمانا عجافا، وضمد عليهم بعزم غفير، فهذا نداء لياء الأسير. أغثها كواو أتتها الإغاثة، ألم تر أن الزمان استدار بوجه يشي باحتقار وعار، فأفتى بحجب الوريث البريء، وأثبت للغير حق الوراثة. تبصر فقد صرت زعما مرادا، وكنت المنادي فصرت المنادى. الله. أسر الجوادا، فقد آن يا سيدي أن تقول: سمائي وأرضي بطول وعرضي فداء لعرضي وعرض الأسير. فإن صح عنك اتصاف الوفي بنهج الصفي وحزم القوي، فأنت التقي النقي الأبي، وأنت المنبي لياء الأسير، وأنت الملبي لياء الأسير، حياكم وأنت الله الملبي لياء. دكتور عبد الرحمن، عسى أن تستجاب كلماتك، وما خفي بها من دعاء كله حزن وألم للأسرى الذين غيبوا. نسأل الله أن يفرج كرب كل أسير غيب عن أهله وحلمه ظلما. يعني اسمح لي أن أضيف على ما قلت وأقول: 70 لكن لا جوار ولا مجير، 70 لكن لا شعور ولا ضمير. يا دكتور عبد الرحمن، كيف يمكن لهذا الضمير أن يصحو من غفلته؟ والله من لم يكن له ضمير فلا يمكن أن يصحو هذا الضمير أصلا. إذا كان الضمير في حد ذاته غير موجود، يا الله، فلا يمكن أن يصحو، فلا يمكن أن نوقد نارا من رماد. الوجع الفلسطيني الذي ينزف من خاصرة غزة منذ ما يزيد عن 100 يوم. دكتور عبد الرحمن، ربما هذا الوجع الذي يعيشه أهلنا هناك ينبغي أن يكون محرضا لأقلام الكثير من الصادقين. نحن في هذا الزمن بحاجة إلى الصادقين من الشعراء. لماذا تجد أن كثيرين ربما يعزفون عن مقاسمة أصحاب الجرح أو أبناء أمتهم هذه الجراح التي تعيشها؟ لماذا يعزف بعضهم فتجده ينكفئ على ذاته، ينزوي، يعني يأوي إلى ركن للأسف بعيد عن أبناء شعبه، بعيد عن هذه الجراحات، فلا يترجمها، لا يتحدث عنها، لا ينتمي إليها لا بالكلمة ولا حتى بمجرد الدعاء. ما الذي يعيشه؟ ما هي حقيقة الأمر الخفي في نفوس مثل هؤلاء من الشعراء؟ لماذا لا ينتسبون إلى جراحات أمتهم باعتقادك؟ نعم، كما تطرقنا سابقا أن الشاعر قبل أن يكون شاعرا هو إنسان، فإذا كان هذا الإنسان في حد ذاته ليست له جدوى، ليس له قلب، فكيف يمكن أن يصحو
هذا القلب إذا كان هو في حد ذاته مضخ فقط للدم. هذا بشكل عام عن إنسان كان حاكماً، كان ملكاً، كان أميراً، كان أينما كان. الشاعر هو أيضاً إن كان يكتب فقط لأجل حصد جوائز، لأجل الشهرة، لأجل المنابر، فهذا في حد ذاته، في طينته، ليست ذهباً وليست ألماساً وليست فضة، ربما هي قصير، ربما هي صدأً. فبالطبع هو لم يتحرك في داخله ذلك الإنسان، هذا إن تحرك. فكما ذكرنا هو إنسان، بما أنه شاعر عربي، الأكيد أنه عربي، احتمال غالب 99% أنه مسلم. إذا كانت كل هذه المعايير لم تحرك فيه شاعرية تجاه هذه الأحداث التي تدور اليوم في غزة وفي فلسطين، فلا يمكن. طيب هل نبالغ، دكتور عبد الرحمن، لو قلنا إن الشعراء اليوم على أغلبيتهم وليس جميعهم طبعا، هل نبالغ إذا قلنا إنهم يستبعدون حالة يعني الخاطر الذي يفرض نفسه عليهم، الشعور الذي يقتحم أرواحهم، الدماء النازفة، مشاهد البكاء، الأطفال، التغييب، القتل إلى آخره؟ هل الشعراء باتوا قادرين على وأد هذه المشاعر التي ربما تأتي على خاطرهم ويعيشونها، فيفضلون هجرانها إلى أفكار أخرى يخلقها وعيهم التام، وبالتالي يكتبون في مواضيع غير المواضيع التي كان ينبغي عليهم أن يشعروا بها؟ باختصار يعني وبشكل مباشر، هل صار الشعراء اليوم يستبعدون القضايا التي تمثلهم ويتجهون إلى القضايا التي ترزقهم النفعية؟ نعم، هذه إشكالية الشاعر. الشاعر يتكون، أو الشاعر إنسان، والإنسان يتكون من روحانية تعرج إلى السماء، نعم، ومن طينية تهبط إلى الأرض. إذا تغلبت طينية الشاعر، طينيته على روحانيته، فهذا مشكل. إذا نحن بحاجة إلى الشاعر الحر، الشاعر الذي لا يبيع رأسه ولا يسلم قلبه إلى غيره، إلى من يريد منه أن يتبرأ من أوجاع أمته. أكيد. نريد قصيدة الآن تكون عيدا لآخرنا في هذه الحلقة التي تميزت بحضورك معنا دكتور عبد الرحمن، قصيدة نختم بها هذه الحلقة، وعسى أن تكون هذه القصيدة من وطنياتك الجميلة التي تعبر عن شعورك تجاه قضايا أمتنا التي تعيش وجعا، نسأل الله أن يزول على أيدي أبنائها الصادقين وأدبائها المخلصين وشعرائها المصطفين، وأنت منهم. تفضل دكتور عبد الرحمن. دهرا من الوهم، دهرا من الوهن والآمال تتقد، دهرا من الوهن والآمال تتقد، أبطأت يا عز حتى ملنا الجلد. أم الجمال، أم الجمال وإن شابت ضفيرتها، فبطنها لم يزل من جوده يلد يلد. أم الجمال وإن شابت ضفيرتها، فبطنها لم يزل من جوده يلد. في كل بطن تناجي نجم طالعها، تزور عرافة في قولها سند. وفي الأخيرة لما لاح طالعها، وكان وعدا صدوقا ما به وعد. هل الوليد، هل الوليد وفي استهلاله عوز، إن البزور لسر اليوم يا ولد. عاش الصبي، عاش الصبي وعين القوم ترقبه، ورب عين رقيب مسها حسد. في غفلة الليل والأقدار جارية، تفقدوا العز في الأحياء، فافتقدوا أهل الفتى، صبحتهم كأس فاجعة، وقد تحمل من أعيانهم عدد، تشعبت بهم الأحداث في هلع.
وبات قرتهم رهنا لما قصدوا. هنا تعاقدت الركبان وارتحلت وأبطت النوك من ميثاق ما عقدوا، وأصبحوا مصدر الأخبار موردها، ومشهدا ساء من غابوا ومن شهدوا. هذا قميص، هذا قميص على أسماله أثر يروي رواية تاريخ له أمد. وفرد خف على خابور قارعة تجمع القوم حول الفرد وانفردوا. هنا تمرغت الأفراس مرهقة عطشا تكابد أياما ولا ترد. هنا تصيد بحر من قواربهم لحما طريا نما من خبوه زبد. تقطعت بهم الأسباب فانقطعوا، والنوق هامت وضاع الحبل والوتد. وبعدهم خرج الباقون في زمر يبغون عودة من ضاعوا فلم يجدوا. جابوا الحواضر والفيفاء في وله، والركب من يأسه ينتابه كمد. عادوا وفي يدهم 70 راوية. يا سلام. تفرق القوم في الأقوام واتحدوا. عادوا وفي يدهم 70 راوية، تفرق القوم في الأقوال واتحدوا، وأدركوا غاية لم تجدهم عرضا. ضاع العزيز وضاع العز والبلد، ضاع العزيز وضاع العز والبلد. كل الشكر لك دكتور عبد الرحمن أبو خليل الشاعر الجزائري الجميل. وصلنا إلى الختام، في الختام ماذا تود أن تقول؟ ما أقوله في هذا الوضع الراهن أن المثابرة أساس النجاح، وما ضاع حق وراءه طالب. يا سلام. وعند الله تجتمع الخصوم. وعند الله تجتمع الخصوم. أحسنت كثيرا، شكرا جزيلا لك الشاعر الجزائري الجميل الدكتور عبد الرحمن أبو خليل. مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، في الأسبوع المقبل بحول الله وقوته يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر آخر لا يقل جمالا عن شاعر هذه الحلقة. دائما وأبدا ظلوا في أمان الله، إلى اللقاء.